أول محاضرة هنتكلم فيها النهارده في الـ Introduction to Anatomy هتكون محاضرة عن الترمينولوجي in Anatomy. الترمينولوجي يعني إيه؟ يعني different terms، الإكسبريشنز المختلفة اللي هنتكلم فيها. أنا هتكلم في الـ Introduction بالذات وهشرح in English، لكن كمان هتكلم شوية بالعربي لأن أنا عارف إن في مشكلة بالنسبة للي ما درسوش بالإنجلش في ما قبل الجامعة، عندهم مشكلة بالنسبة للإنجليش، ففي الانترودكشن هشرح إن إنجليش وهشرح برضو بالعربي عشان الطلاب اللي عندهم مشاكل في الإنجليش في بداية دراسة الطب. لما نيجي نتكلم على الأناتومي، أناتومي means أناتوم يعني up أو أنا plus cutting، it means cutting to study the structure. الشكل الأولاني من الأناتومي هو الميكروسكوبيك أناتومي. يعني إيه ميكروسكوبيك أناتومي؟ يعني أناتومي أنا بدرسه بالعين المجردة، يعني أنا بعناية مجردة هقدر أشوف إيه؟ هقدر أشوف عظام، هقدر أشوف muscles، هقدر أشوف عضلات إلى آخره. الميكروسكوبيك أناتومي هيكون بطريقتين، إما يكون regional anatomy or systemic anatomy. يعني إيه؟ regional anatomy region يعني منطقة، فregional anatomy يعني أنا بدرس different parts of the body، الأجزاء المختلفة في الجسم. بدرس الهيد اللي هي الرأس، بدرس النك اللي هي الرقبة، بدرس الثوركس اللي هو الصدر، بدرس الابدومن اللي هي البطن، الابر ليمب الطرف العلوي، واللور ليمب الطرف السفلي. ده اللي بنسميه ريجنال اناتومي، هو دراسه الاناتومي اكوردنج تو ذا ريجنز او المناطق. الشكل الاخر من دراسه الاناتومي يبقى سيستميك اناتومي. سيستم جاي من سيستم، سيستم يعني جهاز، وبالتالي ذا سيستميك اناتومي يعني دراسه اجهزه الجسم المختلفه. مثلا الكارديوفاسكولار سيستم اللي بيشمل الهارت، القلب والأوعية الدموية، respiratory system الجهاز التنفسي، and urinary system الجهاز البول. يبقى أنا إما هدرس الأناتومي in regional anatomy according to the regions أو systemic anatomy according to the systems. أنواع أخرى من الأناتومي، عندنا نوع آخر هو الميكروسكوبيك أناتومي. ميكروسكوبيك أناتومي يعني دراسة الأناتومي under the microscope. ده اللي احنا بنطلق عليه دلوقتي هيستولوجي، ده اللي هيتاخد في مادة الهيستولوجي هو دراسة الاناتومي under the microscope. شكل اخر من دراسة الاناتومي هو developmental anatomy او الامبريولوجي. هندرس مع بعض في الاناتومي والامبريولوجي يعني ايه؟ يعني مراحل تكوين الجنين المختلفة وازاي الجسم بيتكون، وبيبقى عندنا general embryology في البداية ثم systemic embryology للامبريولوجي او التطور بتاع different systems. شكل اخر هو الابلايد اناتومي او كلينيكال. يعني ايه؟ يعني بندرس الاناتومي وعلاقته بالامراض المختلفه او بالكلينيكال ابروتش بتاعه. يعني مثلا لما هنيجي ندرس القلب هنعرف القلب البين بتاعه بيتحس فين والبين بتاعه بيسمع فين، ده اكوردنج تو اناتوميكال بيس. هندرس مثلا الجول بلادر او المراره البين بتاعه بيتحس فين وكمان هيسمع فين، ده اللي بنسميه applied anatomy، هو علاقة الاناتومي بديفرنت ديزيزز ممكن تصيب الإنسان. نوع آخر هو radiological anatomy، وده دراسة الأشعة المختلفة. طبعاً radiological anatomy بيتقدم يوم بعد يوم، كان زمان بالإكسري العادية، وبعد كده بقى الألتراسونوغرافي أو الموجات فوق الصوتية، بعد كده بقى الكات سكان أو الأشعة المقطعية، بعد كده بقى في الـ MRI أو الرنين المغناطيسي وهكذا، دراسة الأناتومي من خلال الأشعات المختلفة. نوع آخر من الأناتومي هو السيرفيس أناتومي. السيرفيس أناتومي يعني دراسة الستراكشرز ظاهرياً عند السكين أوف ذا بودي. يعني إيه؟ يعني أنا عشان أقيس النبض بتاع شخص مش لازم أعمل ديستكشن، مش لازم أشرح عشان أطلع الأرتري وأشوف النبض بتاعه، لكن ببقى عارف مكان الأرتري الشريان ده ماشي فين تحت الجلد وبحط إيدي مكانه عشان أقدر أحس النبض بتاعه. ده معنى السيرفيس اناتومي. انا عشان اسمع مثلا الصمامات المختلفه بتاعه القلب لازم اكون عارف مكان الصوت بتاع كل صمام فين ظاهريا تحت الجلد عشان احط السماعه واسمع اصوات صمامات القلب. ده اللي بنسميه سيرفيس اناتومي، سواء للهارت او للارتريز او اشياء اخرى في البودي. لما نيجي نتكلم على البودي ريجنز، البودي ريجنز اللي عندنا هتكون ايه؟ طبعا البودي ريجنز بنبتدي من فوق بالهيد، ثم بعد الهيد او الراس النك او الرقبه، ثم الابر ليمب الطرف العلوي، ثم بعد كده عندنا اللور ليمب الطرف السفلي، ثم بعد كده الابدومن اللي هي البطن، ثم بعد كده البلفس اللي هو الحوض اللي هو اللور بارت اوف ذا ابدومن. These are the different
parts of the body اللي ممكن ندرسها زي ما قلنا الريجنز يضاف ليهم اخيرا الثوركس او الصدر. نيجي نتكلم مع بعض على الاناتوميكال بوزيشن. الاناتوميكال بوزيشن ده هو المرجع بتاعي وانا بدرس اي حاجه في الاناتومي. انا عشان ادرس اناتومي لازم اكون عارف الاناتوميكال بوزيشن بتاعي ايه. الشخص هيبقى واقف اناتوميكال بوزيشن او الوضع التشريحي السليم بالنسبه له ازاي. ايه اللي هيكون موجود في هذا الشخص in anatomical position؟ Number one, the body is erect. يعني الشخص واقف مش جالس. So the body is erect and the person is standing. Number two, the face is directed forwards. يعني الوجه هيبقى موجه للأمام مش للخلف. Number three, the upper limbs at the side of the body. يعني هيكون الأطراف العلوية بجوار الجسم أو بجوار الجزء بتاع الجسم. The legs and the feet, الساقين والقدمين close together, مقتربين من بعض ما هماش بعيد عن بعض. The palms, البالم اللي هو راحة اليد, the palms are directed forward, يعني البالم أو راحة اليد متجه للأمام. وأخيرا the eyes are open. يبقى هو ده الكاركترز بتاعة الأناتوميكال بوزيشن أوف أ بيرسون. تاني, لأن ده هو المرجع بتاعي وانا بتكلم على الاناتومي in all conditions. تاني, الشخص في هذا الوضع anatomical position, the body is erect standing in standing position, the face is directed forwards, الوجه متجه للامام, the upper limbs at the side of the body, قلنا الاطراف العلوية بجوار الجزء, the legs and feet are close together, and the palms او راحة اليد هتكون متجهة للامام, and the eyes are open. طيب ده الاناتوميكال بوزيشن, ده المرجع بتاعي في جميع الاحوال عشان اتكلم اناتومي صح. في وضع اخر بنعرفه بنقول السوباين بوزيشن. السوباين بوزيشن بيعني شخص نايم على ظهره, ده بنسميه سوباين بوزيشن. اند ذا برون بوزيشن, شخص نايم على صدره او على بطنه, ده اللي بنسميه برون بوزيشن. هنيجي بعد كده بعد ما عرفنا الاناتوميكال بوزيشن هنتكلم على الاناتوميكال بلينز. الاناتوميكال بلينز شيء مهم جدا ان احنا نعرفه. أول بلين أو مستوى عندي محتاج أعرفه هو الميديان بلين أو الميد ساجيتال بلين. الميد ساجيتال بلين عبارة عن بلين رأسي. البلين الرأسي ده هيقسم الجسم في النص إلى right and left equal parts. يعني هنا لما نيجي نشوف الميديان بلين, الميديان بلين هو ده. هذا البلين which divides the body from above downwards into right and left equal parts. يبقى ده الميديان بلين او الميد ساجيتال بلين. فيرتيكال الميد لاين يعني هو خط في المنتصف. فيرتيكال يعني راسي, بيقسم البودي into right and left equal parts. طيب ده هو الميد ساجيتال بلين. الميد ساجيتال بلين تاني انا هاخد خط كده فيرتيكال بلين في المكان ده, هيقسم الجسم من فوق لتحت into right and left equal halves. في بلين اخر اسمه parasagittal plane. ايه parasagittal plane؟ بدل ما اخد ال vertical plane بتاعي in the midline هاخده on its right side or on its left side. يعني مش هاخد ال plane بتاعي في ال midline بالظبط, لا هاخده يمين او هاخده شمال. لو خدته يمين او خدته شمال parallel sagittal plane هسميه parasagittal plane. para يعني بجوار, يبقى انا هاخد plane هنا parasagittal plane او plane هنا برضو parasagittal plane. بنقول the parasagittal plane برضو is vertical and parallel to the median plane, but it divides the body into right and left unequal parts. دي مهمة ناخد بالنا منها, بتصير فيها كتير. يبقى the median sagittal plane divides the body into right and left equal halves, ولكن right parasagittal او left parasagittal plane divides the body into right and left unequal parts. هنا ممكن اسألك سؤال, انهي بلين اللي بيقسم الجسم الى small right part and large left part؟ يعني ايه اللي هيقسم الجسم ل small right part و large left part؟ هل هو right parasagittal ولا left parasagittal؟ طبعا انا لو خدت right parasagittal يعني على يمين الساجيتال بلين, يبقى انا عندي right part صغير و left part كبير. انما لو خدت البلين بتاعي ليفت باراساجيتال, يبقى انا عندي ليفت بارت صغير واللارج بارت هو الرايت بارت. يبقى ناخد بالنا الميديان ساجيتال بلين ديفايز ذا بودي انتو رايت اند ليفت ايكوال بارتس.
A right paracerchial chain divides the body into right small part and left large part, and the left paracerchial chain ascending gives me a small left part and large right part. طيب في بلين آخر اسمه إيه؟ اسمه coronal plane. Coronal plane, the vertical plane برضو, perpendicular to the median plane and divides the body into anterior and posterior parts. Into anterior and posterior parts. الكورونال بلين هيبقى ازاي؟ هقسم الجسم كده كده vertical plane هيقسم لي الجسم. لما هاخد هذا الكورونال بلين هقسم الجسم الى ايه؟ anterior part جزء امامي و posterior part جزء خلفي. يبقى هذا البلين الاخر هو الكورونال بلين قسم لي البودي الى anterior part جزء امامي and posterior part جزء خلفي. بلين اخر بنسميه هوريزونتال او ترانسفيرس، ده بلين عرضي بقى. هذا البلين الهوريزونتال بلين او ترانسفيرس ده بيربنديكولار للميديان والكورونال. احنا قلنا الميديان والكورونال فيرتيكال وبالتالي هما راسيين. هذا البلين عرضي ده هوريزونتال بلين ديفايز ذا بودي انتو ابر اند لور بارتس. يعني ايه؟ يعني هذا الهوريزونتال او ترانسفيرس بلين هاخده بالعرض هيقسم لي الجسم الى ابر بارت and lower part. طبعا مش هيبقوا equal. هنا هيبقى في upper part و lower part. يبقى تعالوا نقول تاني. قلنا عندنا median sagittal plane the vertical plane dividing the body into equal right and left halves. Parasagittal plane on the right side or on the left side برضو vertical plane parallel the median plane ولكن on the right side or on the left side, so it divides the body into two parts right and left but they are unequal. الكورونال بلين هيبقى vertical plane كده برضو هياخد البودي من فوق لتحت dividing the body into anterior part and posterior part. اما الهوريزونتال او transverse plane, the transverse plane هيبقى بيقسم البودي الى upper part and lower part. يبقى احنا شفنا كده different planes of the body. فلما نيجي نشوفه هنشوفه هنا هنلاقي ده اللي هو الميديان بلين median sagittal plane dividing the body into equal right and left halves. ده الميديان بلين. هلاقي عندي الكورونال بلين vertical plane برضو dividing the body into anterior part and posterior part. وهلاقي عندي هنا ده الترانسفيرس بلين. هذا الترانسفيرس بلين ده dividing the body into upper part and lower part. These are the different planes. برضو دي صورة بتجمع لنا planes. بنلاقي هنا ده الميديان sagittal plane. بنلاقي هنا ده transverse plane. وبنلاقي هنا ده الكورونال plane. Which are the different anatomical planes that we have to know. طيب. نيجي بقى للاناتوميكال terms. الترمز المختلفة في الاناتومي. أول term هنقابله دايما هنا نلاقي terms عكس بعض. حاجة وعكسها. أول حاجة عندنا medial and lateral. medial and lateral يعني إيه؟ medial يعني بتكلم على structure closer to the median plane. يعني أنا بقرب من median plane. كل ما أقرب من median plane يبقى أنا بقول ده medial. كل ما أبعد عن median plane هقول ده lateral. يبقى medial is closer to the median plane خط المنتصف lateral away from the median plane. طيب تعالوا نقارن حاجات. لما اجي اتكلم على الاي العين والاير الاذن مين فيهم ميديال ومين فيهم لاترال؟ حيث ان الاي ميديال اقرب للميد لاين هتبقى ميديال والاير ابعد من الميد لاين هتبقى لاترال. يبقى لما اقارن الاي بالاير هتبقى الاي ميديال والاير لاترال. انما لما اجي اقارن الاير بالشولدر الكتف هنا في هذه الحاله الاير از كلوزر للميديان بلين اند ذا شولدر از اواي فروم ذا ميديان بلين. يبقى في هذه الحالة the ear is medial and the shoulder is lateral. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان مفيش حاجة اقدر اطلق عليها كلمة medial طول الوقت ولا lateral طول الوقت لان هي بتعتمد على مقارنات يبقى تاني هتقارن eye وear the eye is medial and the ear is lateral. هتقارن ear بشولدر the ear is medial and the shoulder is lateral. هتقرب من median plane يبقى ده medial. هتبعد عن ميديان بلين يبقى ده لاترال. الترم التاني اللي عايزين نتكلم عنه هو anterior and posterior. anterior او ممكن
برضو مرادف ليه ventral تعني towards the front of the body يعني جهة الأمام في الجسم. كلما اقتربت للمقدمة أو للجزء الأمامي في الجسم يبقى ده بسميه anterior or ventral. عكسه posterior or dorsal. posterior or dorsal يعني towards the back of the body ناحية الظهر بتاع الجسم. يبقى كلما اتجهت ناحية الفرونت اوف ذا بودي يبقى ده anterior او ventral، كلما اتجهت ناحية الباك اوف ذا بودي يبقى ده posterior او dorsal. لما نيجي للهاند الاكسبريشن هتتغير شوية. يعني الانتيرير سيرفيس اوف ذا هاند بسميه بالمر سيرفيس اند ذا باك اوف ذا هاند بسميه دورسال سيرفيس. يبقى الانتيرير سيرفيس اوف ذا هاند هو البالم اوف ذا هاند راحة اليد and the posterior surface of the hand that dorsal surface. لما اجي للفوت القصة تختلف. The upper surface of the foot ده هسميه dorsal surface، وجه القدم من فوق ده بسميه dorsal surface، and the lower surface of the foot بطن القدم ده بسميه plantar surface. يبقى هنا palmar surface، هنا dorsal surface، هنا dorsal surface من فوق and plantar surface اللي هو بطن القدم من تحت. ده هو الاكسبريشن الثاني anterior and posterior. يبقى anterior جهة الأمام و posterior جهة الخلف أو الباك of the body. ترم ثالث مهم superior and inferior. superior أو cephalic مرادف ليها cephalic أو cranial. cranial عشان ناحية الكرينيوم، الكرينيوم جزء من السكال. كلما اتجهت لفوق يبقى ده superior ناحية السكال، كلما اتجهت لتحت يبقى ده inferior أو caudal towards the feet. يبقى كلما اقتربت لفوق ده superior، كلما نزلت لتحت يبقى ده inferior. طيب تعالوا نسأل نفسنا برضو نفس السؤال. هنا الـ eyes والـ nose. الـ eyes أعلى وبالتالي هي superior، الـ nose أوطى فبالتالي هي inferior. طب الـ nose والـ mouth، الأنف والفم، الـ nose superior and the mouth is inferior. يبقى زي ما اتفقنا إن مفيش حاجة مطلقة هنقول عليها superior طول الوقت وانفيرير طول الوقت. طيب نفترض الشخص ده بدل ما واقف على رجليه بقى واقف على ايديه، راسه تحت ورجليه فوق، وعندنا الايز والنوز. احنا قلنا هنا كده الاي سوبيريور والنوز انفيرير. طب لو الشخص ده وقف على ايديه هتبقى الايز ايه والنوز ايه؟ واحد ممكن يتلخبط يقول لو وقف على ايديه هتبقى الايز هي اللي تحت انفيرير والنوز سوبيريور. لا، الاجابه كده غلط، لان احنا المرجع بتاعنا في superior وinferior دايما هو الاناتوميكال بوزيشن. الشخص هيقف على ايده وهيقف على رجله في جميع الاحوال البوزيشن according to the anatomical position. يبقى مش هيفرق معايا هو واقف في انهي وضع. ترم اخر proximal and distal، ودي غالبا بتطلق على اللينز على الاطراف. proximal closer to the trunk يعني كلما اقتربت من الجزع ده proximal، كلما بعدت عن الجزع ده distal. هنا برضو في اللور limb كلما اقتربت من الجزع ده front proximal، كلما بعدت عن الجزع ده distal. طيب تعالوا نطبق الكلام ده. انا عندي in the upper limb ده الarm وده forearm وده الhand. لما اجي اقارن الarm والforearm، the arm is proximal اقرب للجزع and the forearm is distal. طب تعالوا نقارن الforearm بالhand. هنا الفور ارم هيبقى بروكسيمال والهاند هيبقى ديستال. يبقى كلما اقتربت من جزء الجسم ده بروكسيمال، كلما بعدت عن جزء الجسم ده ديستال. اكسبريشن اخر سوبرفيشال اند ديب، سطحي وعميق. سطحي وعميق هنا الاكسبريشن مرتبط بالسكين. سوبرفيشال تور ذا سيرفس اوف ذا بودي، كلما قربت من السكين انا بقول ده شيء سوبرفيشال او سطحي. deep يعني away from the surface of the body، يعني انا وانا قريب من السكين هيبقى superficial، كلما توغلت ودخلت بعمق اكتر يبقى انا بكون away from the surface of the body، يبقى deep، يبقى ده superficial and deep. قبل ما نكمل انا بس هقول لكم ان انا بقترح دايما I recommend ان احنا يكون عندنا هذا الكتاب. الكتاب اللي انا منزله لكم ده بالنسبه للانتدكشن تو اناتومي. حتى لو بتذاكر من اي كتاب تاني ده هيساعدك جدا وانت بتذاكر مع اي كتاب تاني لاسباب كتيره. اولا هو فيه كل المعلومات اللي انت عايزها، مش محتاج اكتر منها، بس المعلومات مكتوبه بانجلش بسيط، فيه جداول وفيه صور كتير قوي هتساعدك ان انت وانت بتذاكر تسهل لك الامور. السبب التاني المهم في هذا الكتاب
انه في ترجمه كامله بالعربي لكل المصطلحات اللي ممكن تلاقيها صعبه بالنسبه لك، بالذات اللي عندهم مشاكل في اللغه الانجليش في البدايه، فبدل ما تقعد تضيع ساعات في الديكشنريز هو موجود فيه ترجمه لكل المصطلحات العلميه وغير العلميه اللي هتقابلها. النقطه الثالثه المهمه ان بعد كل شابتر هيكون عندنا مجموعه او نماذج من الام سي كيوز او الاسئله اللي جت في امتحانات قبل كده وبالطريقه الحديثه بتاعت الامتحانات عشان نقدر نقرر اذا كنا ذاكرنا كويس ولا لا. مهم جدا ان احنا نذاكر ونحل ام سي كيوز بعد كل شابتر عشان نقدر نحكم احنا ذاكرنا كويس ولا لا. ومع الام سي كيوز هنلاقي دايما الايسي كويشنز بتاعتها والاجابات موجوده مع الملاحظات لو في حاجه عايزه ملاحظه ناخد بالنا منها من كل سؤال. ومع الكتاب ده برضو احب ان احنا نختني الكتاب ده. الكتاب ده هو كتاب اسئله موجود فيه كل الام سي كيوز والايسي كويشنز والكيسز اللي جت على مدار سنين كتيره قوي في الامتحانات او اسئله اخرى. ده موجود فيه اسئله الانترودكشن تو اناتومي والجنرال امبريولوجي، وده هيساعدنا جدا عشان نتاكد ان احنا ذاكرنا كويس بعد ما نخلص مذاكرتنا. الكتب دي موجوده مبدئيا في المكتبات بتاعه طب عين شمس وفي مكتبه دار الطب في القصر العيني، هيساعدوكم جدا وانتم بتذاكروا. نكمل كلامنا في الترمز مره اخرى. يبقى لما نراجع الترمز تاني، قلنا ميديال كلوزر تو ذا ميديان بلين، عكسها ايه؟ عكس الميديال لاترال اواي فروم ذا ميديان بلين. ترم اخر anterior، قلنا anterior or ventral towards the front of the body، عكسها posterior او dorsal اللي هو ناحية ال back of the body. قلنا superior ليها مرادف cephalic or cranial towards the head، عكسها inferior او caudal towards the feet. قلنا superficial يعني حاجة مرتبطة بالسكين toward the surface of the body او الاقرب للسكين للجلد، هيبقى superficial عكسها deep هيبقى towards the center of the body. واخيرا قلنا proximal يعني بالنسبه للليمز near للاوريجن اقرب للجذع بتاع الجسم، وعكسها distal هيبقى further from the origin. بعض الاكسبريشنز اخيرا اللي عايزين نعرفها external او outer خارجي means toward the surface and applies to the hollow out structure، يعني لو structure او organ ليه تجويف داخله الخارج بتاعه هنسميه external والداخل بتاعه هنسميه ايه؟ internal او inner means towards the cavity of a hollow out structure. يعني لو organ مثلا في تجويف الستركشر اللي موجود على السطح الخارجي لهذا الاورجن هسميه external، اما الستركشر اللي موجود في داخل هذا الاورجن هسميه internal. central and peripheral، central means towards the center of the body، يعني لو انا بتكلم عن body لو قربت من السنتر اوف ذا بودي من مركز الجسم ده هسميه سنترال، بينما بريفرال مينز اواي فروم ذا سنتر اوف ذا بودي، يعني بريفرال يعني طرفي يعني بعيدا عن مركز الجسم. اخر اكسبريشن عايزين نعرفه ايبسي لاترال اند كونترا لاترال، ودول تعبيرين هيهمونا جدا لما نيجي نتكلم على البرين والنيرفس سيستم. ايبسي لاترال مينز اوف ذا سيم سايد اوف ذا بودي، يعني تو ستراكشرز في نفس الجهه من الجسم، بمعنى ايه؟ ان الابر ليمب اليمين واللور ليمب اليمين دول موجودين في نفس الناحيه، الاثنين يمين، so they are ipsilateral. contralateral means the opposite side of the body، يعني الابر ليمب اليمين واللور ليمب الشمال دول يعتبروا contralateral. الرايت اي والليفت اير دول يعتبروا contralateral. يبقى لو تو structures هما الاثنين يمين هيبقوا ipsilateral. لو تو ستراكشرز هما الاثنين شمال هيبقوا ايبسيلاترال. لو تو ستراكشرز واحد يمين واحد شمال هيبقوا في هذه الحاله كونترا لاترال. So these are the important terms. اخيرا في specific terms للليمبس، يعني in the forearm radial تعني lateral and ulnar تعني medial. ليه؟ لان نعرف ان في الفورارم، الفورارم اللي هو الستراكشر ده، الفورارم عندي two bones، عندي بون لاترال وعندي بون ميديال. البون اللاترال اسمها ريديس والبون الميديال اسمها النا، فهنسمي اللاترال سايد ريديال وهنسمي الميديال سايد النر. ان ذا هاند اتفقنا الفرونت اسمه بالمر والباك اسمه دورسال او بوستيريور. ان ذا ليج في الساق عندنا عظمتين، عظمه كبيره ميديال اسمها تيبيا وعظمه اصغر لاترال اسمها فيبيلا، فممكن نقول تيبيال سايد which is the ميديال، ممكن نقول fibular side which is the lateral.
وقلنا برضو إن the foot البلانتر هو البط بتاع القدم أو الانفيرير والدورسل هو السوبيرير أو الأبر سيرفيس أوف ذا فوت. These are the important terms. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على الترمينولوجي إن أناتومي، ودي هتبقى آخر حاجة لينا في هذه المحاضرة. المحاضرة الجاية هنتكلم على different movements in the anatomy ونكمل رحلتنا مع introduction to human anatomy. Thank you.